طيب عايزه اتكلم في نقطه مهمه جدا، ايه الاهم في البيت، حاجات النظافه ولا الاكل؟ دي بقى ايه دماغات. انا مثلا في بيتي اهم عندي من الاكل حاجات النظافه، لان انا ممكن ما عنديش اي مشكله ان النهارده ما يبقاش فيه لحمه على الغدا واكل شويه مكرونه بصوص، ما عنديش اي مشكله في ده، لكن عندي مشكله جدا ان غسيلي مثلا يبقى ريحته مش حلوه عشان انا ما عرفتش اجيب ازازه المعطر بتاع الملابس. فهي دماغات، في حد لا يعني مش مهم خالص اللبس، يعني ان شاء الله عن ريحته ما بقت حلوه، انا يهمني ان انا اكل اكل كويس. حضرتك هتشوفي انت من اي مدرسه، عيلتك ايه اللي بيناسبهم اكتر. انا بالنسبه لي النظافه هي الاولويه، فعشان كده دايما مواد التنظيف لا يمكن اماين فيها الا لو مضطره قوي. يعني مهم عندي جدا ان يكون عندي كل مساحيق الغسيل بتاعه اللبس، الحاجات اللي بتزيل البقع عشان لبسي يبقى شكله نظيف، لان ده برضو على فكره ده توفير. ما هو انا لما احافظ على لبسي انا بوفر ان انا ما اضطرش اشتري لبس تاني، فلما بهدل لبسي بسرعه هضطر اشتري غيره، فهي نفس الفكره. فحضرتك هتعملي كده ايه لسته بحاجات التنظيف الاساسيه اللي ممكن ما تستغنيش، اللي مش ممكن تستغني عنها. لو هي اولويه عندك عن الاكل والشرب هتجيبيها هي الاول، لو هي مش اولويه عن الاكل والشرب خلاص هتجيبي حاجات الاكل والشرب الاول.